يقولون الوطن ملموس وقول الوطن محسوس، عطر قهوته يتجلى وتتكلم بيوت الطين. قابوس شكرا بملء الفم نرسلها، أدام الله الخير على عمان أمنا وسلطانا. شكرا لقابوس. إعداد مشاعل بن تسعيد القاسمية، إخراج سلطان بن سيف المعمري. شكرا لقابوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور يوسف بن عبد الله بن محمد الشحي من أبناء نيابة ليما بولاية خصب بمحافظة مسندم. تلقيت دراستي الابتدائية في مدرسة حمزة بن عبد المطلب بليما، فشكرا لك سيدي قابوس على أن أعدت لعمان مجدها التليد، ويسرت للمواطن العماني والمقيم كل سبل الراحة والازدهار، وكان من أولوياتك التعليم، وقلت مقولتك الشهيرة: سنعلم أبناءنا ولو تحت ظل الشجر. لقد كان التعليم أهم ما يشغل بالي، ورأيت أنه لا بد من توجيه الجهود في الدرجة الأولى إلى نشر التعليم، فالمهم هو التعليم حتى تحت ظل الشجر. وكان من سبقنا يتمنون هذه النعمة، نعمة التعليم وهذا الخير، فلله الحمد. وشكرا لك سيدي على هذه الإنجازات التي قدمتها لعمان. أكملت دراستي الثانوية في مدرسة عمرو بن العاص في ولاية دبا، ثم وكان هناك في القسم الداخلي موفر السكن والتغذية، فشكرا لك سيدي على ما قدمته لنا. ثم التحقت بعد ذلك بجامعة السلطان قابوس، قمة الهرم التعليمي في سلطنة عمان، جامعة السلطان التي تحمل اسم سيدي ومولاي جلالة السلطان. التحقت بها عام 1991 في كلية التربية قسم التربية الإسلامية، وتخرجت منها عام 1995. عملت معلما للتربية الإسلامية لمدة 6 سنوات في مدرسة حمزة بن عبد المطلب بنيابة ليما، ثم أكملت دراستي الماجستير في جامعة السلطان قابوس عام 2001، تلك الجامعة التي تحمل اسم مولاي جلالة السلطان، وأنهلنا فيها العلم وتعلمنا فيها وتخرجنا، فشكرا لك سيدي على هذه الجامعة التي خرجت العديد من الشباب والشابات الذين يخدمون الوطن في شتى أنحائه وربوعه. تخرجت في 2003 من جامعة السلطان قابوس تخصص مناهج وطرق تدريس التربية الإسلامية في الماجستير، ثم التحقت بالعمل الإشرافي مشرفا للتربية الإسلامية في المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسندم، وعملت فيها 4 سنوات، ثم أكملت دراستي لنيل درجة الدكتوراه في جامعة اليرموك بالمملكة الأردنية الهاشمية. فشكرا لك سيدي قابوس على أن أتحت لي ولإخواني فرصة إكمال الدراسة التي يتمناها الكثير في كثير من الدول، وهذه النعمة، فشكرا لك سيدي. في جامعة اليرموك كان التخصص فلسفة في التربية الإسلامية، وتخرجت عام 2010، ثم عدت إلى عملي الإشرافي في المديرية العامة للتربية والتعليم محافظة مسندم، وكنت رئيسا لقسم التربية الإسلامية واللغة العربية، ثم رئيسا لمركز التدريب، ثم رئيسا لقسم الدراسات والتحليل بدائرة التقويم التربوي. عملت بعدها مديرا لدائرة تنمية الموارد البشرية، ثم مديرا لمكتب الإشراف التربوي بدبا، ولا زلت شاركت ولله الحمد في تدريب المعلمين والموظفين ومديري المدارس، وتقدمت العديد من أوراق العمل، وتعاونت أيضا مع معهد الإدارة العامة في تدريب موظفي وزارة الصحة والبلديات وحماية المستهلك والشؤون الرياضية، كما دربت مجموعة من الشباب المقبلين على الزواج والمتزوجين على مهارات الاتصال الأسري لكونها مرتبطة بأطروحة الدكتوراه.
وأنا عضو في اللجنة الاجتماعية واللجنة الصحية ولجنة الأوقاف بولاية خصب ولجنة حماية الطفل بمحافظة مسندم، ولله الحمد نلت شهادة مدرب معتمد من جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية، ومدرب كذلك من جامعة كامبريدج البريطانية. شاركت في تقديم برامج في التلفزيون والإذاعة. شكرا لك سيدي قابوس على أن أوصلتنا لما نحن فيه من خير، شكرا على هذا النعيم وهذا الخير الذي نحن فيه، فنحن نعيش في أمن وأمان واستقرار ورخاء. وعدتنا على أن نكون سعداء، فلله الحمد نحن في سعادة وفي خير عميم. شكرا لك سيدي. لا زلت أذكر ذلك الموقف حينما كنت طالبا في الصف الأول الابتدائي، وأتى إلى المدرسة ضيوف من الوزارة، وزارة التربية والتعليم، فقال لي المعلم اكتب على السبورة، فكتبت أنا أحب قابوس. تلك الكلمات التي لا زلت أذكرها التي خرجت من قلبي لأنني أحب قابوس حبا، وهذا ما تعلمناه منذ الصغر، وكلما دخلنا بيتا ونرى صور جلالة السلطان فإننا نقبل تلك الصورة وندعو لها بأن يحفظ صاحبها صاحب الجلالة، وأن يمد في عمره وأن يمتعه بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد. شكرا لك سيدي، وجزاك الله عنا خير الجزاء على ما قدمت لعمان وشعبها والمقيمين فيها. شكرا لك لأنك بذلت جهدك ووقتك وشبابك وراحتك من أجل أن نعيش سعداء، من أجل أن نعيش في أمن وأمان وازدهار وتطور. شكرا لك سيدي على ما قدمت لعمان، حفظك الله وحماك وأمد في عمرك، وجزاك عنا خير الجزاء. شكرا لقابوس. إعداد مشاعل بن تسعيد القاسمية. إخراج سلطان بن سيف المعمري. شكرا لقابوس.